ولكن هذا لا يعني أنه التحديات انتهت. بالعكس تستمر الاعتداءات المجموعات العنيفة المتشددة ضد الأبرياء، كما يستهدف الدبلوماسيين فقط لمجرد أدائهم عملهم. وخلال هذه التحديات القوات العراقية والشرطة ما زالت وتقوم بعمل ممتاز في حماية الشعب. ولعل علاقاتنا التي بنيناها ونحن نحارب سويا جعلت من العراق أكبر عاشر مشتري للمعدات العسكرية الأمريكية والرابعة في المنطقة.